يعد اللواء المتقاعد راشد علي خلفان أحد رجال الإمارات الأوفياء، فهو خدم دولة الإمارات في عدة مجالات وأهمها المجال العسكري والمجال التربوي. اليوم نحن موجودين في ضيافته للحديث عن ذكرياته عن دولة الإمارات قبل وبعد الاتحاد. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا السلام. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله طيب، مرتاح ان شاء الله. جزاك الله خير. عاد نحن ما شاء الله ناس الطيبين ورجال الامارات الاوفياء والمخلصين، لازم نوصلهم. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم نحن متواجدين في ضيافه اللواء المتقاعد ورئيس مجلس اولياء امور المنطقه الوسطى سعاده راشد بن عبد الله المحيان. يعطيك العافية الوالد. أنا أرحب بكم في مجلسنا وهذا اللقاء وياكم، أشكركم على زيارتكم لنا، مرحبا فيكم مرة أخرى. راشد بن عبد الله المحيان، حدثنا عن بداياتك. والله أنا تقريبا راشد عبد الله المحيان، من راشد عبد الله المحيان القطبي، من مواليد 1945 ولله الحمد، وعشنا في البلدية في حضن أمي ووالدي وإخواني ولله الحمد اللي هم أكبر مني، محمد مهجر أكبر واحد ومحمد ومجموعة من الأخوات، وعندنا علي هو أصغر مني، وعشنا في بدو وبقيت متواضع ولله الحمد، وحالة الحياة البدوية كان يسعى علينا والدنا ولا لهم كبر الأخوان كانوا يسعون. الحياة الأولية اللي عاشت البداوة على جمل وناقه وأرجل وكذا. المعروف عنك أن أنت رجل عسكري ولواء متقاعد، حدثنا عن بداياتك في انضمامك للسلك العسكري. أول شيء مقام الاتحاد ولله الحمد تغيرت عندنا الأمور بشكل ولله الحمد سريع، سواء كانت عن 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 البنية التحتية على مستوى الإمارات، بما فيها الطرق، بما فيها البيوت الشعبية ولله الحمد، بما فيها الحدائق اللي انتشرت، بما فيها المزارع اللي والله الحمد اللي انتشرت ولله الحمد الشيء زايد، ربي يطول عمر عياله ويرحمه ويسكن إن شاء الله جنة الفردوس. لما آمر بالمزارع وآمر بتسويق المزارع قال وين سوقه؟ قال خذوه وخلهم يكبونه. زاعة المواطن لا تدونها، يزرع المواطن وانتجتوها من الحكومة، المواطن يزرع ويحمل والحكومة تأخذها منه، إلى صدر صدر وما صدر يعاد ويسوى أسمده مرة أخرى. حدثنا عن دورك الحالي في مجلس أولياء أمور منطقة الوسطى، اللي نعرف عنك أن أنت ما شاء الله مستمر في زيارة المدارس وفي إلقاء المحاورات، حدثنا عن دورك. أنا ولله الحمد على التقاعد ما تغيرت، بعد التقاعد ولله الحمد بدينا نحن نشاطنا ويا مجلس أولياء الأمور طلبة بزيارات على المدارس واجتماعات مع الأهالي، سواء كان في المدارس أو سواء كان في المجالس أو زيارات في المساجد، واستمرين لله في هذا النشاط، وشفنا مردود هذا دور مجالس أولياء الأمور كان دور له إيجابي ولله الحمد. فصراحة الطلبة في صراحة أولياء الأمور، لأن كان أولياء الأمور مشغولين هي وظائفهم ودواماتهم، نحن أصبحنا نحل محل اللب المشغول. نشكرك على حسن الاستضافة وعلى الكلام الجميل، والصراحة اللي أنا أقول التاريخ الذي لا ينسى. يعطيك العافية، وهذا كله توثيق للأجيال القادمة، جزاك الله خير. نحن نشكركم مرة أخرى ونتمنى التوفيق، ونتمنى إن شاء الله اللقاءات تستمر وتقرر بين دولة كبيرة بالعالمين.